السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. في البداية قبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا النهاردة، أحب أفكركم وأكد عليكم، أي حد عنده أي سؤال يتفضل يدخل على القناة يشوف آخر فيديو إجابة مفعل تحتيه التعليقات ويكتب سؤاله في التعليق، يكتب سؤاله في تعليق، وانا ان شاء الله برد على جميع الاسئله ان شاء الله اللي تحت فيديو الاجابه في فيديو تاني. بعد ما بيتم الرد على الاسئله بيتم ايقاف التعليقات. معلش طبعا اعذروني الفتره اللي فاتت اتاخرت عليكم شويه، والله كل ربنا العالم بالظروف يعني مشاغل. فان شاء الله باذن الله النهارده بعد الفيديو ده مباشره هيتم الرد على كل الاسئله اللي في اخر فيديو. فأي حد عنده أي سؤال رجاء عدم كتابة أسئلة تحت الفيديوهات التعليمية اللي احنا بنذكرها دلوقتي، زي فيديو النهاردة كده عندك أي سؤال ما تكتبش تحت أسفل الفيديو، أسفل أي فيديو اكتب أسفل فيديو الإجابة في القناة. موضوع حلقتنا النهاردة عن الخضرة، بما أننا طبعا في موسم الخضرة اليومين دولة موسم البرسيم. سؤال كتير بيتكرر وبتسأله كتير، هل الخضرة مع الأعلاف فيها مشكلة ولا عادي؟ أأكل خضرة مع العلف عادي ولا لا؟ معلومة منتشرة عندنا في مصر هنا، يقول لك البرسيم أو بمعنى صح الخضرة، بس هي بتتركز عندنا في مصر هنا في البرسيم، بس هو بيقول لك الخضرة يعني مع العلف غلط، بتحل الخروف، بتحل الخروف يعني عندنا بتخسس الخروف، الخروف بيخس. خضرة مع علف الخروف بيخس والعلف بتاعك ما بيكونش ليه فايدة. ده معلومات منتشرة عندنا، هل المعلومة دي صح ولا غلط؟ أحب أقول لك المعلومة دي غلط وصح. إمتى غلط وإمتى صح؟ بس قبل ما أقول لك إمتى غلط وإمتى صح، هي هتندرج تحت قاعدة واحدة. أكل طالما بتأكل علف، أكل أي خضرة ايا كانت، برسيم، ضراوه، دنيبه، اي خضره، اسامي مختلفه من كل دوله، من كل دول يعني في مواد خضراء متوفره عندهم، اعلاف خضراء. اكل اي ماده خضراء، اعلف واكل اي ماده خضراء مفيش منها اي مشكله، بس شرط واحد. يعني شرط الوحيد انك تاكل خضره مع العلف عادي، ليها شرط، شرط واحد. الشرط ايه هو؟ ان الماده الخضراء اللي انت بتاكلها ما تكونش بتسبب اسهال فقط لا غير. بمعنى اكل علف براحتك واكل خضره براحتك مع العلف، بس اهم شيء الخضره اللي انت بتاكلها ايا كان نوعها تكون لا تسبب اسهال. لو سببت اسهال ايه المشكله؟ يبقى هنا هيحصل خسسان الخروف فعلا. لو الماده الخضراء اللي انت بتاكلها بتسبب اسهال للاغنام، يبقى فعلا هنا الخضره مع العلف بتضيع فايدة العلف، وهنا يحصل هزال للخروف، هيحصل ضعف للخروف، مش هيحصل فايدة خالص، العلف بتاعك كله رايح في الزبالة. ليه؟ لأن الخضرة بتعمل إسهال، وهو بياكل علف، العلف لسه بيتهضم، لسه بيمتص، الخضرة عملت إسهال فبالتالي نزلت العلف قبل ما يتم هضمه وامتصاصه بالكامل. يعني قبل الخروف ما يستفيد من العلف، الخضرة نزلت العلف، أصبح علفك نزل فين؟ نزل في الزبالة قبل ما الخروف يستفيد منه. فده الشرط الوحيد، اكل خضرة براحتك عادي جدا جدا مع العلف، مفيش اي مشكلة، بالعكس الخضرة مفيدة، غنية بالفيتامينات، غنية بالاملاح، فيها عناصر كويسة، فاتح شهية، ممتازة. الخضرة ممتازة، غنية بفيتامين الف اللي هو فاتح الشهية. يبقى اكل خضرة براحتك، بس اهم حاجة الخضرة ما تكونش بتسبب اسهال. الخضرة بتسبب اسهال يبقى ما ينفعش تاكل خضرة مع العلف. امتى في النسبة للبرسيم بيسبب اسهالات؟ في الوش الاول والثاني بيكون، او في الوش الاول بالاخص، الوش الاول البرسيم، الحشة الاولانية بيكون البرسيم عضو طري مش غني بالالياف بتاعته، ضعيفة، وفي نفس الوقت في نسبة عالية من الرطوبة، في نسبة عالية من المية، فكتره في الوش الاولاني بيسبب اسهال مباشرة على طول. فالناس دايما لو انت مضطر تأكل من الوش الاولاني الحشة الأولى، يبقى تحش النهاردة وتأكله تاني يوم بعد ما يدبل.
ما تاكلوش طازه اخضر، بيكون في نسبه رطوبه عاليه، زائد ان هو ما فيهوش الياف، بيسبب الالياف بتمسك، بتساعد ان الاكل يقعد، العلف يقعد اطول فتره ممكنه في الكرش بحيث يتم هضمه وامتصاصه. بعد الوش الثاني والثالث والرابع العود بيقوى، والعود بتزيد فيه نسبه الالياف، بيصبح ما فيش منه اي مشكله تاكله مع العلف. ولكن عموما قلنا عاوز تاكل الوش الاولاني مع العلف، اكل براحتك برضك، بس اهم شيء الكميه تكون محدوده ويكون حش النهارده واكل تاني يوم. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت عن استخدام الاعلاف الخضراء، استخدام الخضره مع الاعلاف في التسمين. في النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.